تلاميذ السنة الأولى ثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو اللي من خلاله راح نشوف أول درس في الفصل الأول في مادة اللغة الفرنسية. كما شفنا في الفيديو السابق، شفنا أهم دروس الفصل الأول في البروجي تاعكم، لو تيكست دو فيلغاريزاسيون دو لانفورماسيون سيونتيفيك. اليوم ان شاء الله راح نبداو مع اول درس، راح نتعرفوا على واش هو هذا لو تيكست دو فيلغاريزاسيون دو لانفورماسيون سيونتيفيك. هكذا باه تكون عندك معلومه واش راك تقرا في هذا الفصل ان شاء الله. الحاجه اللي نبداو بها الاولى في هذا الدرس ان شاء الله، راح نتعرفوا على لو تيكست دو فيلغاريزاسيون دو لانفورماسيون سيونتيفيك. راح نشوفوا التعريف تاعو، راح نشوفوا اهم الخصائص واهم المميزات اللي يميزوه على النصوص يعني النصوص الاخرى. وراح نشوفوا لا سيتياسيون دو كومونيكاسيون اللي راح يكون عليها سؤال ان شاء الله في الفروض وفي الاختبارات. كي نجي نتعرف على لو تيكست دو فيلغاريزاسيون دو لانفورماسيون سيونتيفيك، هو نص مثل باقي النصوص لكن يختلف عن النصوص الاخرى، عنده مميزات اللي تميزه على النصوص الاخرى. دونك هو سيتان تيكست اكسبليكاتيف. واش معناها اكسبليكاتيف؟ معناها هو نص شرحي، يعني راح نلقى فيه مجموعه من الشروحات اللي قدمها لي الكاتب. كي فيز ا اكسبليكي، واش هي لا فيزي تاعو؟ هو اكسبليك يعني يشرح. لهنا اكسبليكي معناها يشرح، يعني النص هذا نص الكاتب في النص تاعي هذا رايح يشرح لي. واش راح يشرح لي؟ ان فينومين، يعني ظواهر مجموعه، ولا ظاهره، ولا مجموعه من الظواهر، ظواهر علميه. دونك لو تيكست هذا دو فيلغاريزاسيون سيونتيفيك هو نص علمي. ان فينومين سيونتيفيك وبيان ان ديكوفيرت يعني اكتشاف، وبيان اون ريشيرش والله بحث حول ظاهره معينه. ليسونسيال لهنا راح الموضوع اللي يتكلم عليه لو تيكست دو فيلغاريزاسيون سيونتيفيك هو موضوع 90% والله 95% علمي، يعني راح يتكلم لي على العلم، على الفيزياء، على الفضاء الى اخره. دو فاسون ا لو فير، يعني بطريقه ا لو فير كومبروندغ، يعني يجعل هذا الظاهره اللي راح يتكلم لي عليها الكاتب يجعلها في متناول الجميع، والله مفهومه وفي متناول الجميع. افير كومبروندغ ا ان بوبليك، لجمهور ولا مجموعه من القراء، ولا القراء نو اكسبير يعني ما عندهمش خبره وما عندهمش معلومات وما همش متخصصين، يعني الجمهور هذا غير متخصص في هذاك لو فينومين. ما نعطيك دوكا بار اكزومبل، نعطيك مثال مثلا ظاهره، اكتشفوا ظاهره علميه في الفضاء. احنا بصفتنا ناس يعني ناس غير متخصصين، احنا ماناش راحين نفهموها، يعني كي يتكلم لي عليها راح يستعمل دي مو سيونتيفيك، دي مو دو سبيسياليتي، يعني كلمات تاع تخصص. دونك الكاتب هنا يحكم هذيك الديكوفيرت، الاكتشاف هذاك اللي اكتشفوه العلماء، يسي واش يدير؟ يسي سامبليفيه، يعني يبسطوا به. احنا كقراء يعني غير متخصصين رايحين نفهموه ونفهموا الظاهره هذيك واش تعني. هذا هو لو تيكست دو فيلغاريزاسيون دو لانفورماسيون سيونتيفيك. هنا عندنا يقدر يكون لو تيكست تاعنا يقدر يكون اكري، يعني واش معناها اكري؟ يعني مكتوب. والله يقدر يكون ايكونيك. واش معناها ايكونيك؟ يعني صور، يعني عن طريق صور. احنا واش يهمنا بالدرجه الاولى لو تيكست ايكري، يعني النص المكتوب هكذا، لانه في الاختبار ولا في الفروض ان الاستاذ تاعك ماهوش راه يعطي لك يعني نص في الاختبار يكون عن يعني صور، يمد لك صور ويعطيك عليهم اسئله، ما راح يعطي لك نص مكتوب تسيبه تفهمه وتجاوب على الاسئله تاعو. ليتيم دوكا المواضيع اللي يتناولهم لو تيكست دو فيلغاريزاسيون دو لانفورماسيون سيونتيفيك، بار اكزومبل لا كومونيكاسيون يعني الاتصال، لي سيونس يعني العلوم،
الفيزيك الفيزياء انفيرونمون يعني البيئه يعني يعني مواضيع علميه ومواضيع تاع ثقافه تاع ثقافه عامه هذو اللي نلقاوهم في لو تيكست دو فولغاريزاسيون دو لانفورماسيون سيانتيفيك. دوكا لا فيزي واش هو هدف الكاتب من كتابه النص هذا دو فولغاريزاسيون دو لانفورماسيون سيانتيفيك؟ واش هو لا فيزي تاعو؟ لا فيزي هي دوني دي زانفورماسيون يعني يمد معلومات سور سيغتان تام سيانتيفيك يعني يعطينا مجموعه من المعلومات حول مواضيع والله ظواهر علميه. هذه هي لا فيزي، هذه احفظوها هكذا باه تقدر تجاوب عليها. ممكن يعطيك الاستاذ تاعك كاي لا فيزي كومونيكاتيف دو لوتور، والله نقدر نقول له ديريكتومون لهنا كلمه واحده نقول له انفورماتيف يعني يمد يعطي مجموعه من المعلومات. دوكا فيما يخص الكاتب لوتور، الكاتب في النص، لوتور دون ان تيكست دو فيلغاريزاسيون دو لانفورماسيون سيانتيفيك اي توجور اوبجيكتيف، والله نوتر يعني راح يكون دائما حيادي، ماهوش راح يمد الراي تاعو ولا يعبر على المشاعر تاعو، لانه راح يتكلمنا على موضوع علمي ممنوع عليه انه يمد فيه رايه والله يعبر عن المشاعر ولا يدخل الاحاسيس، لانه علمي راح يكون اوبجيكتيف نوتر يعني موضوعي حيادي يعني ماكش راح تلقى مره لا سوبجيكتيفيتي. داكور، هنا نقدر نقول لوتور اي ابسون يعني الكاتب راح يكون غائب في النص يعني مش راح يتكلم ماهوش راح يستعمل لي لو جو يعني مستحيل راح تلقى جو ولا راح تلقى لو نو، هذو ماكش راح تلقاهم في لو تيست دو فيلغاريزاسيون دو لانفورماسيون سيانتيفيك. L'auteur, dans un texte de vulgarisation de l'information scientifique, il emploie il impersonnel. Il y a un il y a un chers. Par exemple, il y a des expressions qui m'a dit il est nécessaire. Il est nécessaire. D'accord. Il y a un il y a un chers. Il y a حتى شخص راح يستعمل ثاني لو اون سي تان برونو انديفيني وراح يستعمل لي بروسيدي اكسبليكاتيف. لي بروسيدي اكسبليكاتيف ان شاء الله راح يكون عليهم درس وحده في القناه موجه للسنه الاولى ثانوي والسنه الثانيه ثانوي، راح ان شاء الله تفهم لي بروسيدي كاسكو سا فو دير لي بروسيدي اكسبليكاتيف. في الاخير راح نشوفوا لو طابلو دو لا سيتياسيون دو كومونيكاسيون. لو طابلو هذا في اغلب المواضيع تاع الامتحانات ولا تاع الفروض راح يطرحوا عليك الاستاذ، يمدوا لك الاستاذ في الاختبار ولا في الفرض، وكاين اغلب التلاميذ ما يعرفش يجاوب عليه وعلى الرغم من انه سهل جدا. دونك عندنا فيه خمس اسئله مهمه، عندنا كي اكي دو كوا بوركوا كومون. في السؤال الاول راح يقول لك كي معناها الكاتب يعني لهنا شكون اللي راه يتكلم، شكون اللي راه يتكلم لي في النص هنا، نقول له اللي راه يتكلم في النص هو لوتور يعني من، شكون اللي راه يتكلم في النص هنا سي لوتور. اكي لمن هذا كتب هذا النص بيان سور، او نقول له لهنا او ليكتور يعني النص تاعي هذا موجه الى القراء. داكور، دو كوا على واه يتكلم النص هذا، دو كوا هنا معناها راح نجبد له موضوع النص هنا لو تام بيان سور، مش راح تكتب لو تام، راح تجبد له الموضوع، تقرا النص تاعك وتجبد له الموضوع. ايضا الموضوع تقدر تلقاه في لو تيتر، تلقاه في عنوان النص. بوركوا يعني علاه الكاتب كتب هذا النص. هنا راح نكتب له لا فيزي كومونيكاتيف بور دوني دي زانفورماسيون، ولا نقول له بور انفورمي، بور انفورمي يعني اعطاء مجموعه من المعلومات. هنا كومون يعني كيفاه الكاتب مد هذا المعلومات يعني
واش استعمل لهنا واش راح نقول له اترافير هنا راح نقول له اترافير اترافير ان تيكست اكسبليكاسيف يعني عن طريق نص شرحي ولا نص اخباري اللي عطانا هذا المعلومات دونك كان هذا هو تعرفنا على لو تيكست دو فيلغاريزاسيون دو لانفورماسيون سيونتيفيك مادام لحقت لهنا معناها باذن الله راك عرفت واش معناه لو تيكست دو فيلغاريزاسيون دو لانفورماسيون سيونتيفيك وعرفت اهم المميزات واهم الخصائص اللي يتميز بها عن باقي النصوص نكون هنا وصلنا لافين تاع لا فيديو هذه ما تنساوش ديرونا ابوني لاشين وتخليونا جيم لا فيديو هذه وتسي وتبارطاجيو لا فيديو هذه مع الزملاء تاعكم باه يستفيد اكبر عدد من التلاميذ ان شاء الله وخليونا تعليقات اي حاجه تخصكم في ماده اللغه الفرنسيه خليوها لنا في التعليقات نسيو لكم دي فيديو نشرحوا فيهم يعني الحوايج يعني اللي يخصوكم في هذه الماده نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم.